لو انا اعتبرت انه الاقبال من المصريين على الانتخابات في الخارج هو قياس لدرجة حرارة حماوة الانتخابات، هل اعتبر انه هيحصل ايضا اقبال مشابه او اكثر كثافة من المصريين في الداخل؟ يعني أنا هو ده لازم يحصل. حلو. ليه لازم يحصل؟ والناس لازم تعرف إن ده لازم يحصل، لأن إحنا في وقت صعب جدا 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 على المستوى الإقليمي. قد نصل لا قدر الله إلى مسألة اتخاذ قرارات تصعيد كبيرة على أي جبهة من الجبهات المشتعلة اللي حوالينا، واللي بتحاول من خلالها قوة كبرى النيل من الأمن القومي المصري. فلازم يكون الرئيس المصري وقتها ايا كان هو مين قدام العالم هو مكتمل الدعم والشرعيه. ده يحصل ازاي؟ ان العالم كله يشهد على عمليه انتخابيه قويه، ان الشعب مهتم. وبعدين انت مش اقل من الايراني والتركي، ده الايراني اتنين مرشحين كل مره من النظام، يعني الحزبين من النظام هم عندهم ولايه الفقيه تشوف الناس بتبقى عامله ازاي؟ شوف الناس، يعني شوف بجد. انا اخر انتخابات اللي كسب فيها رئيسي كان مثلا بتقفل اللجان الساعه 8 من كتر الناس بيمدوها ل 12 واحده. فانت مش اقل من الايران، يعني انت اكبر دوله حضاريه مفروض تكون عندك المام. في تركيا كذلك في مناخب مقتنع ان هو يقدر يغير. فهو فكره ان احنا مش فكره يا جماعه نازلين عشان خاطر شكل، نازلين عشان النزول ده هيترتب عليه يعني دعم كبير للقرارات اللي هتاخدها الدولة في المرحلة القادمة، والمرحلة القادمة مش سهلة. فأنت على مستوى نازل للدولة طبعا مش للشخص. لا طبعا للدولة طبعا. طب هي أنا قلت لك من الأول احترامنا لكل الرؤساء اللي حكموا مصر، بس في النهاية العلاقة ما بين المصري وما بين الدولة فكرة إن أنت ما تقبلش حد يقرب من بلدك، لا 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 أجنبي ولا يعني أنت حتى الدول الحليفة ليك إحنا حلفاء بس ما حدش يجي على بلدي. صح. يعني احنا عندنا صح. النزعة دي. وعلى فكرة انت لما تشوف عقيدة اليهود اكتر ناس بيخافوا منهم المصريين، ده العقيدة التورائية، لدرجة ان في كتابهم المقدس مثلا اللي هو التوراة حوالي 70-80 مرة كل ما يعملوا حاجة يغضبوا ربنا بيها يقول لهم انا خرجتكم كنتوا عبيد في ارض مصر، كنتوا عبيد للمصريين. فده يعني الذهنية اليهودية أصلا تاريخيا عشان قرية تاريخ المصريين وعصرتهم وحضرة دخلت من يوسف لحد موسى بيرعبها فكرة أن المصريين عندهم انتماء لبلدهم، عندهم قدرة. فهي الفكرة أنت نازل للبلد، نازل في مرحلة قاسية جدا على مستوى الإقليم. أنت أحسن من غيرك بكتير رغم التحديات الكبيرة، يعني أنت عندك جيش وعندك دولة وعندك أمان، عندنا تحديات اقتصادية كل العالم عنده، لازم الحكومة تشتغل أكتر وده مهم جدا إن إحنا نحتوي الأزمة الاقتصادية. ده أكيد الحكومة بتشتغل أكتر كتير بصراحة جدا بجد، يعني كتير خاصة في السلع الأساسية يعني. ولكن في النهاية إحنا دلوقتي مش قصة تحديات اقتصادية بس، يعني قصة إن في ناس عايز تاخد حتة من بلدك حتى. يعني فكرة إشعاد هم بيحاولوا يلعبوا معاك اللعبة اللي لعبوها مع بوتين اللي هي شد أطراف روسيا على حدودها عشان يحصل قلق داخلي. في نقطة مهمة إن اللي حصل في 2011 في منطقة الشرق الأوسط كان المرحلة الأولى من المخطط اللي بيتم استكماله دلوقتي. هو المخطط تدمير الدول التي تمتلك جيوش كبرى قادرة على مواجهة إسرائيل. للأسف دمروا، مش هقول سوريا كلها بس دمروا سوريا. أنت فلت طبعا بقوة المؤسسات بدعم الشعب بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، ودي مهمة جدا. فأنت حاليا برضو الخطر الأساسي بالنسبة لهم، فلازم نحافظ على قوة الدولة ونبين قدام العالم إن إحنا عندنا يعني إدراك للمخططات ويكون هناك مشاركة كبيرة في الانتخابات عشان اللي جاي صعب على مستوى الإقليم. أنت عندك دول كتير جبهات مفتوحة حرب. صح.